أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أقام علينا الحجة وأنار لنا المحجة، فبعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأنزل الكتب ناطقة بالحق على الناس، وبين للناس ما هو مطلوب منهم، ووعظهم وذكرهم بأنهم صائرون إليه سبحانه وتعالى، ألا إلى الله تصير الأمور، وضرب لهم موعداً محدداً لا يخلف، وهم سائرون إليه. فغفلتهم عن هذا الموعد هي غاية الغباء، فنحن كل يوم نودع بعثنا إلى الآخرة يحملون على الرقاب ونراهم وندفنهم في المقابر، ونعلم أنهم لا يقومون من قبورهم إلا عندما ينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وحينئذ تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وتطوى السماوات وهي يومئذ واهية، وتبس الأرض بسا، ويزول ما فيها من الجبال حتى تكون كالعهن المنفوش، ويجمع الخلائق جميعا كالجراد المنتشر وكالفراش المبثوث إلى الساهرة، وهي أرض كالكرسفة البيضاء يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، يجتمع فيها الخلائق جميعا من أولهم إلى آخرهم، تحيط العين بهم، ويؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، فتحيط بالناس من كل جانب، ويشتد بهم الحر وتكور الشمس فوق رؤوسهم، ثم يشتد العرق حتى يسيح في الأرض سبعين ذراعا، ثم يعلو فوقها، فمن الناس من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى تندوتيه، ومنهم من يصل إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويطول الموقف بهم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، حتى إن الناس يتمنون الخروج من هذا الموقف إما إلى جنة وإما إلى نار، والنار قد رأوها وعرفوا فظاعتها وخطرها، ورأوا طباقها الثلاث من دخانها، وسمع كثير منهم أصواتها، ورأوا بعضها يأكل بعضا، ورأوا ما تقاد به من الأزمة في أيدي الملائكة الكرام، ومع ذلك يتمنون الخروج من هذا الموقف إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم إن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على كل فرد منا في خاصة نفسه، فقد خلقه الله من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم بعد ذلك من عظام، ثم كسى العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر بتناميه من الميلاد في الصبا والضعف إلى كمال الأشد والقوة، ثم بعد ذلك يرجع إلى الضعف والشيبة، ثم بعد ذلك إلى الموت، ثم يعود إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذه المدة اليسيرة التي يمكثها الإنسان في هذه الدار ليست في الحقيقة قرارا ولا استقرارا ولا راحة، وإنما هي معبر يمر به الإنسان إلى الدار الآخرة، فعليه أن يتذكر. وغفلته كما ذكرنا غاية الغباء، لأنه يرى نفسه يتطور من حال إلى حال، يرى انشراحا في صدره في بعض الأحيان وضيقا في بعض الأحيان، يرى غنى وفقرا، يرى صحة وسقما، يرى سفرا وإقامة، يرى انشغالا وفراغا، يرى إقبالا وإدبارا، يرى توفيقا وخذلانا، يرى كثيرا من المرضى الذين يئنون فيما هم فيه من أنواع الأمراض، يرى الموتى وهم ينتقلون إلى الدار الآخرة، منهم من يموت بحوادث السير، ومنهم من يموت بالأمراض، ومنهم من يموت في نومه، ومنهم من يموت فجأة في يقظته، وكل ذلك مصيره إلى الله سبحانه وتعالى. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب، والموت واحد، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب، للموت محتقر الصغير فعادل عنه، ولا كبر الكبير مهيب. ويرى ما يقع في هذه الدار من حوله من التطورات، يرى هذا النهار عندما ينصدع الفلق في الصباح الباكر، ويرى الشمس تطلع حمراء صافية
ثم بعد ذلك ترتفع وتزداد أشعتها حتى تغطي الكون، ثم بعد ذلك تغرب أيضا حمراء صافية كما طلعت، ثم يأتي الليل يكوره الله على النهار وتستقر فيه الأشياء، ثم ينصدع الفجر ثانية وهكذا. وليس هذا مستمرا، بل لا بد لذلك من موعد حتمي يقف عنده، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فلا بد أن يستقر ذلك، ولا يمكن أن يبقى هذا العالم في دوران وجريان مستمر، بل له موعد محدد يقف إليه لمستقر لها. وكذلك رؤية الإنسان لتطورات الأمم وما يحصل فيها من الرقي والضعف والتراجع، وما يرى من تطور أحوال الناس، هذا اليوم حاكم وغدا سجين أو رهين أو غارم أو غائب، ويرى كذلك من كان يشغل منصبا ترفع إليه الرؤوس فيه ويشار إليه بالبنان، فإذا هو يبحث عن مكان لا يجد مستقرا ولا يلتفت إليه أحد، يرى أحوال الناس في هذه الحياة الدنيا وسرعة تطورها وسرعة تقلبها، فمن أدرك ذلك عرف أنه منتقل لا محالة، وأن لديه موعدا حتميا ينتظره. ومن كان لديه موعد حتمي ينتظره فلا شك أن من تمام عقله وتدبيره أن يتهيأ لذلك الموعد وأن يستعد له. فالذي يدرس ويعرف أن الدراسة في الصباح تبدأ عند الساعة الثامنة، لن تأتي الساعة الثامنة إلا وقد دخل مؤسسته وتهيأ للدراسة. والذي هو موظف يعرف أن الدوام يبتدئ من الوقت الفلاني وينتهي في الوقت الفلاني، لا بد أن يأتي ذلك الوقت وقد لبس ملابسه وتهيأ وتنظف وجاء في الوقت حتى لا يحسب عليه الغياب. وكذلك من بينه وبين رئيس أو وزير موعد محدد، لا بد أن يحرص على الإتيان في ذلك الموعد أو قبله حتى لا يفوت الموعد. ونحن جميعا بيننا وبين ربنا جل جلاله وهو الملك الديان الغني الحميد موعد لا يخلف، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا الموعد حذرنا الله منه، فالله يقول ويحذركم الله نفسه ويقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهو موعد نرجع فيه جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، فيجتمع فيه الخلائق، من مات قبل آلاف السنين ومن مات اليوم، ومن كان في هذه الدار ملكا ومن كان فيها مملوكا، ومن كان غنيا ومن كان فقيرا، ومن كان صحيحا ومن كان ضعيفا، والسابقون الأولون والمتأخرون اللاحقون، كلهم يقومون في صف واحد، يقومون في وقت واحد وفي مكان واحد، فقومتهم واحدة، ولذلك يداركون فيها. فيداركون معناه يتلاحق الآخرون بالسابقين، فكلهم يجتمعون في هذا الموقف وكلهم ينطلقون من القبور. فالقبر الواحد يجتمع فيه من هو في غاية السعادة ومن هو في غاية الشقاء، من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، وتختلط عظامهم وذراتهم، ثم يخرجون منه فلا يحس هذا بشيء من نعيم هذا ولا هذا بشيء من عذاب هذا. والآخر الذي دفن اليوم أو أمس والسابق الذي دفن قبل ملايين السنين يخرجون في وقت واحد ووقت بعثهم واحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فيخرجون كأنما بعثوا في وقت واحد، كأنهم نفس واحدة نفخت فيها الروح، ويقومون جميعا في ذلك الوقت فيتداركون جميعا. هذا الموعد الحتمي يوم عظيم سماه الله أسماء عظيمة مروعة، فهو القيامة وهو الصاخة وهو الحاقة وهو القارعة وهو الآزفة، أسماؤه عظيمة في القرآن كلها مروعة وكلها تدلنا على عظم شأنه. وأعظم ما يدلكم على عظمته أن العظيم جل جلاله استأثر بعلمه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فإسرافيل الذي ينفخ في الصور قد التقم القرن وأصغى ليتا، معناه رفع الآن أحد شقي رقبته
ينتظر الإذن بله بالنفخ، فهو ينتظر أن يسمع الإذن فينفخ نفخة الفزع، ولكنه لا يدري متى يكون ذلك. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الموعد الحتمي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الله علاماته وأمورا تدلنا عليه، منها ما هو في خاصة نفس كل واحد منا، فكل واحد منا يعلم أنه ممسك بمقود سيارته ومنطلق على طريق وقد قطع فيه كثيرا من الأشواط ومر بكثير من المحطات، ولم يبقى أمامه إلا محطة الموت، فهي عنوان المحطة اللاحقة التي أمامنا، ولا يدري متى يصل إلى هذه المحطة، فالواصلون منهم من يكون من يبقى له نصف ساعة، ومن يبقى له ساعة، ومن يبقى له أكثر من ذلك أو أقل وهكذا، ولكنهم يعلمون جميعا أنهم سيصلون إلى هذه المحطة التي هي الموت، يعلمون جميعا تفاوت أحوال الناس عند الموت، فالذين حسن ختامهم وسبقت لهم الحسنى من الله سبحانه وتعالى لا يضرهم الموت شيئا، فالشهداء لا يحسون به من الموت إلا قدر وخز الإبرة، تقطع أجسامهم وتسلخ جلودهم وتخرج أكبادهم وتقطع أنوفهم وآذانهم، لا يحسون إلا بمثل وخز الإبرة. وآخرون يجدون من العناء قبل الموت ما يجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونها، لا يجدون الموت. وآخرون يكونون في انشغالاتهم وهمومهم ملأت الهموم قلوبهم، ولا مفرج لتلك الهموم إلا الموت. فبينما الإنسان مشتغل غاية الانشغال ولا يجد دقيقة ولا ثانية وهو مهموم بانشغالاته وأموره، إذا الموت أتى فتنقطع الآمال وتنقطع تلك الهموم وتزول بالكلية، وما كان فيه من الانشغالات خرج منه فجأة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان في منقطع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فإن كانت نفسه طيبة ناداها فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتتهوع إليه روحه كما تتهوع القطرة من في السقاء، فلا تمكث في كفه طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة، ويجعلون عليها من عطر الجنة، ويرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فيقال مرحبا بالنفس الطيبة، فتفتح لها أبواب السماء حتى تخر ساهدة تحت العرش، ثم يقال لها ارجعي للسؤال. وإن كانت نفسه خبيثة ناداه فقال يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وعقوبة، فتتفرق في جسمه فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فإذا خرجت لا تمكث في كفه طرفة عين حتى يسلمها إلى أولئك الملائكة، فيضعونها في سفط من أسفاط النار ويجعلون عليها من قطران النار، ثم يرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. وهذا الفرق الشاسع الكبير لا نراه نحن، فنحن نشهد الأموات بين أيدينا ونرى القبور ونعلم أنها إما رياض من رياض الجنة وإما حفر من حفر النار، ولكنها تستر عنا غيبا ستره الله سبحانه وتعالى. وهذا الغيب العظيم الذي حجبه الله عنا فيه مشاهد لو أن الناس رأوها لحظة لتخلصوا من حياتهم بالكلية. فوقت القيامة وقت النفخ في الصور يكون بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس،
وهذا الوقت العظيم يغفل الناس عنهم، منهم من ينامون ومنهم من يشتغلون بمعصية الله ومنهم من يشتغلون بتوافه الأمور، لكن البهائم والخلائق غير الإنس والجن في نكد وحسرة في هذه اللحظة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. فجميع الخلائق ما عدا الإنس والجن مطرقة مصيخة في غاية الخوف والوجل تنتظر الساعة. وهذا حال أهل الإيمان، فأهل الإيمان يخافون من القيامة، فالذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، فهم مشفقون منها يخافون منها خوفا شديدا ويعلمون أنها الحق. أما غير أهل الإيمان فلا يزالون في غفلاتهم، لا يزيدون من الله إلا بعدا، لا يزدادون من الله إلا بعدا، ولا يزيدون في السيئات إلا زيادة، ولا في الأثقال إلا ثقلا، حتى إذا وردوا ذلك المورد المخزي نعوذ بالله ندموا حيث لا ينفع الندم. وهذا الموعد الحتمي الذي ينتظرنا جميعا لا بد أن ندرك أنه لا إقالة فيه، إذا وصل إليه الإنسان لا رجعة إليه. فأهل النار ينادون يوم القيامة فيقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسئوا فيها ولا تكلمون. كل واحد منهم يقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار بعد أن يصلوا إليها، ولكن قبل أن يصلوا إليها تذكروا حالهم وهم يسمعون أصواتها من بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يشكون مما هم فيه فيقولون: يا مالك نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود، فينتظرون جوابه 40 سنة ثم يقول: إنكم ماكثون. هذا الجواب المنتظر الذي ينتظرونه. فلذلك لا إقالة للعذرة بعد أن يأتي الموعد المحتم. ولذلك لا بد يا إخواني وأخواتي ما دمنا في هذه الحياة ونتصرف أن نبادر لما ينشينا بين يدي الله في هذا الموعد العظيم، ولنتذكر نداء ربنا جل جلاله، فإنه نادانا نداء كريما فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فأجيبوا نداء ربكم سبحانه وتعالى واستعدوا للعرض عليه والوقوف بين يديه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذلك يوم التغابن، ذلك يوم التفاوت العظيم جدا بين الناجين والهالكين. فالذين ينجون في ذلك اليوم
ينالون السعادة التي لا نهاية لها. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. والذين شقوا في ذلك اليوم نسأل الله السلامة والعافية، فلا إقالة لعثراتهم أبدا، ولا يمكن أن ينقطع ما هم فيه من العذاب المقيم والمذلة والهوان، فإنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا أبلغ ما يجدون من أنواع المذلة والهوان، أن الرب جل جلاله وهو أرحم الراحمين لا يشملهم شيء من رحماته يوم القيامة. فالرب جل جلاله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. ومع ذلك هذه الرحمة الدنيوية، انظروا إلى سعتها ورحمته وسعت كل شيء، انظروا إلى الليل والنهار فهما من آثار هذه الرحمة، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، انظروا إلى المطر والنبات فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه الرحمة الواحدة أحاطت بالخلائق جميعا، وجدوا منها خلقتهم، ووجدوا منها أسماعهم وأبصارهم وقواهم، ووجدوا منها معاشهم، ووجدوا منها سكنهم، ووجدوا منها الهواء الذي يتنفسون به، ووجدوا منها الأمل الذي يعيشون فيه، ووجدوا منها ما يشتغلون به من الأعمال. هذا كله أثر من آثار رحمة واحدة. لكن الرحمات الحقيقية هي الرحمات الأخروية 99 رحمة، وكلها تختص بأهل الإيمان أهل الجنة يوم القيامة، ولا حظ فيها لأهل النار، لا ينالون أي نصيب من هذه الرحمات كلها. فما لم يعجل لهم في هذه الدار لا يجدونه يوم القيامة. يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. كل نصيبهم من الطيبات نالوه في الحياة الدنيا واستمتعوا بها كما تتمتع البهائم، لأن الله قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما أهل الإيمان والتقوى فإنهم ينالون في الدنيا نصيبهم وحظهم وما كتب لهم، ولكنهم في الآخرة ينالون الجزاء الأوفى عند الله سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي قراءة الحسن بن أبي الحسن البصري، وهي إحدى القراءات 14، أي 4 الزائدة على 10 المتواترة، في قراءته: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين جزاء بما كانوا يعملون. قرات أعين بحسب الدقائق والثواني، تأتي قرة عين في كل لحظة وبعدها قرة عين في لحظة أخرى وهكذا، فإنما هنالك من النعيم المقيم لا ينقطع ولا يزول. كلما نال الإنسان شيئا منه ظن أنه مبتدأ جديد وقال: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وأبلغ ما فيها من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم، فهذا الذي يسيهم كلما مر بهم من المذلة والهوان والسوء والمكروه، فلا يمكن أن تغشى وجها رأى الباري جل جلاله، وجها نظر إلى الله جل جلاله لا يمكن أن تغشاه مذلة ولا هوان، ولا أن يحس بأي ألم ولا خوف، بل يجد غاية الطمأنينة والسعادة والسكينة والوقار، ويجد غاية النعيم الذي لا يمكن أن يخطر على بال. بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناضرة
إلى ربها ناظرة، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا ضيم يغشاها ولا هي تسأم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. على كل فرد منا أن يبادر للاستعداد لهذا اليوم الذي أمامه، وأن يعلم أن الوقت لا يسعفه، وأن من يشغله عن ذلك عدو له. كل من شغلك عن موعدك مع الجبار جل جلاله فاعلم أنه عدو لك، سواء كان شهوة أو لذة أو متاعا دنيويا أو مالا أو قريبا أو أهلا، كل ما يشغلك عن التهيؤ لهذا الموعد الحتمي فاعلم أنه عدو لك. فلذلك بادر تمام المبادرة لأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فلا بد من الاستعداد ليوم الرحيل، وأن يتأهب كل إنسان منا بالتوبة النصوح أولا، بتكفير ما مضى، وبالاستغفار الحقيقي، وبالحياء من الله سبحانه وتعالى. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وما الاستحياء من الله حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تؤثر الآخرة على الأولى. فالحياء من الله حق الحياء من ضرورات ومقتضيات معرفة أننا موقوفون عليه وافدون إليه، وأنه لن يصحب أحد منا شيئا من هذه الحياة الدنيا إلا ما قدم. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو قدمت فأمضيت. إذا مات الإنسان صاحبه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ولذلك لا بد أن نعلم أن الزاد الحقيقي هو التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا بد أن ندرك أن الناس إذا حشروا لا يستظلون من شمس الآخرة وحرها ووهجها إلا بظلال صدقاتهم، فمن مستقل أو مستكثر. ولذلك يقول رجل من بني تميم شهد خطبة وموعظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجدك لم تسمع وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. فلا بد يا إخواني ويا أخواتي أن نتوب إلى الله توبة نصوحا مما مضى، وأن نستغل ما بقي من أعمالنا ونصبر على ذلك. فالوقت الباقي من العمر قليل قصير جدا، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فلا بد من استغلاله وتنميته والسعي لاستغلاله أحسن الاستغلال. وقد قال أحد العلماء: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان، ويمحو السوء بالحسن. فلا بد أن نحاول جميعا أن نستغل ما بقي من أعمالنا فيما يقربنا من الله سبحانه وتعالى، وما يزيدنا إيمانا ويقينا، وما يثقل موازين حسناتنا. فلينظر كل واحد منكم إلى أن الميزان بين يديه له كفتان ولسان، في إحدى الكفتين أعماله الصالحة، وفي الكفة الأخرى أعماله السيئة، وأن كثيرا مما نعده نحن عملا صالحا هو في الواقع مدخول، إذا فتش لم يكن من الأعمال الصالحة حقيقة عند الله. وقد حصل لأحد السلف الصالح
من الصالحين من أهل بغداد أنه كان غنيا من الأغنياء بثروة ورثها عن أبيه، فدرس العلم وعمل العمل الصالح، وجاءته نوائب الدهر فافتقر، فلم يبق له إلا دار سكناه، ففكر أن يبيعها، فذهب إلى أحد العلماء الخلص من أصحابه فقال: إني أفكر أن أبيع داري. فقال: ولم؟ قال: ما أجد ما أنفقه على أهلي، وتركتهم في الدار يموتون من الجوع. فأعطاه كسرتين من الخبز بينهما عسل وإدام، فقال: احمل إليهم هذه الرقاقة يأكلونها حتى يأتي الله بالفرج. فخرج يحمل تلك الرقاقة، فلما توسط الطريق إذا امرأة تحمل طفلا يتيما، وإذا اليتيم ينظر إلى تلك الرقاقة بعينين حادتين، وإذا المرأة تقول له: يا عبد الله، إن هذا اليتيم من ثلاث ليال ما أكل ذواقا، فهل تطعمه لوجه الله؟ فلم يستطع أن يتجاوزها، فأعطاها تلك الخبزة ورآها تلتهمها هي وولدها، ورجع إلى بيته مهموما. فغلبه حال أهله، فخرج إلى السوق يريد أن يبيع داره. فلما وصل إلى السوق لقي رجلا من معارفه، فقال: يا فلان، ما الذي أتى دارك؟ قال: ما أدري. قال: أتاها خير كثير. فذهب إلى داره فوجد عيرا قد جيء بها، فإذا هم تجار من أهل خراسان، كان أبوه قد أعطاهم مالا يتجرون له فيه، وجاءوا يبحثون عن والده، فعلموا أنه قد مات وأنه هو وارثه، فجاءوا إليه بهذا المال الكثير. فنام، فعرض عليه الميزان بين يديه، والأعمال يؤتى بها فتوضع، فيقول: كلما جيء بحسنة فتش الملك تحتها، فإذا شهوة خفية تبطلها، كلما تصدق بصدقة وجد تحتها شهوة خفية، كلما قرأ قرآنا أو عمل عملا وجد شهوة في ذلك تنقص أجره، حتى جيء بتينك الكسرتين وبينهما ذلك الإدام، فوضعتا في الميزان فرجح بهما الميزان. فاستيقظ وهو يقول: كدنا نهلك والله، كدنا نهلك والله. فرأى أن كثيرا من الأعمال التي يفعلها الإنسان برياء أو سمعة أو إيثار للدنيا أو قصد مدح أو ذكر بين الناس، أو وراءها شهوة أو تعود عليها فقط، فأصبح يفعلها دون أن يكون يعملها بروح التعبد، كما قال أحد العلماء عندنا: أصلي صلاتي كالسواني، تعودت بلا سائس تحدو، فكيف نجاتي وكيف خلاصي من ذنوبي في غد إذا كان أجنى ما جنيت صلاتي. فوجد خوفا شديدا من الله سبحانه وتعالى على أعماله، وهو يعلم أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ووجد أن كثيرا من أعماله تحتاج إلى مراجعة. وما هذا إلا مثال لكل واحد منا، كل واحد منا عليه أن يراجع أعماله، وأن يخلصها من الشهوات والخفيات، وأن يخلصها من قصد الدنيا، وأن يخلصها من قصد غير وجه الله الكريم، وأن يحاول الإخلاص فيها لله جل جلاله. فالعمل القليل إذا كان خالصا لوجه الله تقبله الله سبحانه وتعالى قبولا حسنا وضاعفه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ بعدل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. عدل تمرة فقط من كسب طيب أخلص فيها الإنسان لله جل جلاله، إذا تصدق بها ابتغاء مرضات الله تقبلها الجبار بيمينه. وأنتم تعرفون أن غاية البركة ما مسته يمين الرحمن جل جلاله، فيبارك فيها فلا يزال ينميها له حتى تكون كالجبل، كما ينمي أحدكم فلوه، الفلو ولد الفرس، أو فصيله، الفصيل ولد الناقة. فكل واحد منا ينمي
فلوه وفصيله حتى يكون كبيرا. فكذلك هذه الحسنة الصغيرة التي هي عدل تمرة لا يزال الجبار جل جلاله ينميها لعبده المؤمن حتى تكون كالجبل. والله سبحانه وتعالى يعامل عباده بأحسن المعاملة وألطفها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا مر بكثيب أهين من رمل، كثيب كبير من الرمل، فقال لو أن لي مثله سويقا لأنفقته في سبيل الله، فتقبله الله منه. فلما مات عرض عليه عمله فإذا فيه كثيب أهين من سويق، فقال يا ربي من أين لي هذا وما رأته عيناي قط؟ قال أتذكر يوم كذا إذ مررت على كثيب أهين من رمل فقلت لو أن لي مثله سويقا لتصدقت به في سبيل الله فقد قبلته منك. فنية المؤمن أبلغ من عمله. وكل إنسان منا أتيح له كثير من الفرص للنجاة ولمضاعفة الأعمال وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ففتح الباب على مصراعيه أمامه. لكن كثيرا من الناس يفتح الله أبوابه أمامهم فيولونها ظهورهم ويدبرون عن الله، فتراهم في هذه الدار يقبلون ويدبرون، لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم، ولا يفكر في ذلك الموقف العظيم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يبارك لنا ولكم في حسناتنا، وأن يكفينا وإياكم شرور سيئاتنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم بركة الأعمال والأعمال، وأن يرزقنا وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يستعملنا وإياكم وأن لا يستبدلنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل جميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات من الذين سبقت لهم الحسنى من الله، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يبيض هذه الوجوه جميعا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يلهمنا أجمعين رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح لي ولكم الدين والدنيا والآخرة، وأن يقضي ما في علمه من حوائجكم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أصفيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين.
اللهم فرج عن المسلمين المضامين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج عن المعتقلين منهم في مصر وفي السعودية وفي الإمارات وفي اليمن وفي ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي كشمير وفي طاجكستان وفي بنغلاديش وفي بورما وفي الصين، اللهم فرج همومهم أجمعين واجمع شملهم وفك أسرهم، اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم يا أرحم الراحمين، اللهم احقن دماء المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا ناصعا وعملا صالحا متقبلا وسعادة الدنيا والآخرة وصلاح الحال والمآل وقرة العين في النفس والأهل والمال والولد، اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطه بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم إنا نسألك اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.